وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة المهندس كاظم عبد اللطيف الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال. سعادة المهندس، يعني يعد مشروع تطوير شارع الجنبية من المشاريع الهامة وأيضا المدرجة على برنامج عمل الحكومة، إلى أي مدى سيساهم هذا المشروع في تخفيف الاختناقات المرورية؟ وهل لك أن تطلعنا أيضا على الخطة التطويرية القائمة عليها الآن؟ نعم، الله يمسيكم بالخير. طبعا شارع الجنبية هو أحد المشاريع الرئيسية اللي بدأت فيها الوزارة في العام 2022، وهي ضمن حزمة مشاريع لتحسين منافذ مدينة سلمان. وبالتالي هذه الشارع طبعا راح بعد توسعته إلى 3 مسارات في كل اتجاه وتحسين التقاطعات عليه، راح يزيد الطاقة الاستيعابية على الشارع بحدود 30 إلى 40%. طبعا حاليا كثافة الحركة المرورية على الشارع في حدود 54,000 مركبة في الساعة، وإن شاء الله بعد اكتمال المشروع راح توصل إلى حدود 10,000 مركبة في الساعة. طبعا المشروع بدأ في منتصف 2022، وإن شاء الله من مؤمل الانتهاء منه منتصف العام القادم. المشروع طبعا شارع الجنبية راح يتكون من توسعته إلى 3 مسارات في كل اتجاه، إنشاء طرق خدمة، حماية ونقل الخدمات، أعمال التشجير والتجميل. أيضا هناك توسعات للإشارات الضوئية بحيث تزيد الطاقة الاستيعابية للشارع. طبعا هذا أحد المشاريع اللي هي لتحسين منافذ مدينة سلمان. راح يكون هناك أيضا توسعة لشارع الديع وشارع الشيخ عيسى، ومؤخرا انتهت الوزارة من تطوير تقاطع اللي هو الجسرة وتحسين انسيابية الحركة المرورية عليه. هناك المزيد من التوسعات طبعا، ولكن إن شاء الله بعد انتهاء من المناقصات راح تطرح كذا مشروع إن شاء الله راح نترجم على أرض الواقع بحيث تحسن حركة المرور للمنطقة ككل. نعم، إذن سعادة المهندس كاظم عبد اللطيف الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال، شكرا جزيلا لك.